النهار بتوقيت القدس المحتلة أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج مراسلون في الميدان والذي نتجول فيه في محافظات الوطن كافة لمعرفة آخر التطورات الميدانية في جميع المحافظات عبر شبكة مراسلين في الميدان لتبقوا دائما في قلب الحدث وفي قلب كل ما هو جديد أبدأ هذه الحلقة من قطاع غزة معي من هناك مراسلتنا إسلام الزعنون ولكن إسلام دعيني أرحب ب يا أبو شرخ من الخليل ومن بيت لحم حياة حمدان سوف أعود إليكما بداية يعني إسلام اليوم قطاع غزة أو أبناء شعبنا في قطاع غزة يشيعون جثمان الشهيد كرم فياض أيضا أنباء تحدثت عن قصف إسرائيلي التفاصيل لديك في البدايه اهلا بك امل وبالمشاهدين والزملاء كافه في كل اماكن وجودهم لهذا اليوم يعني نبدا اخبار قطاع غزه من خان يونس بالتحديد جنوب قطاع غزه حيث تودع في هذه الاثناء شهيد يعني يضاف الى قائمه شهداء مسيرات العوده الكبرى الشهيد هو كرم فياض 26 عاما هذا الشهيد هو من ذوي الاعاقه بالتحديد متيعاني من متلازمه داون هذا الشهيد يوارى الثرى إلى مثواه الأخير في هذه الأثناء بعدما ألقى ذوه نظرة الوداع الأخيرة عليها بهذا الشهيد يكون ارتفع عدد شهداء مسيرات العودة الكبرى إلى أكثر من 246 شهيدا وأيضا بالأمس في الجمعة الأربعين لمسيرات العودة الكبرى التي تحمل اسم لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة كانت هذه الجمعة يعني جمعه حاسمه حسب ما يرى مراقبون يعني في قطاع غزه، يعني كان هناك مشاركه فاعله على طول الشريط الفاصل مع الاحتلال الاسرائيلي عند خمس نقاط يعني محوريه للمسيرات والتظاهر على طول الشريط الفاصل، كان عدد الاصابات يعني ثماني اصابات بالتحديد منهم مسعف وصحفي كما جرت العاده الاحتلال الاسرائيلي يضرب بعرض الحائط كافه القوانين. القوانين التي تعنى بحمايه يعني جنود العمل الميداني في مناطق التماس عند المناطق الساخنة في قطاع غزة بالتحديد أما عدد الإصابات بالمجمل منذ بداية مسيرات العودة الكبرى وحتى هذه اللحظة تجاوز 24 ألف جريح ونتحدث يعني أن الأمم المتحدة تحدثت أن هذا العام هو يعني حطم أرقام قياسية فيما يتعلق بعدد الشهداء والجرحى مقارنة بالأعوام الماضية لا سيما أن يعني كانت غزة لها الحظ الأكبر من عدد الشهداء وعدد الجرحى بسبب خوض يعني مسلسل مسيرات العودة الكبرى التي انطلق من الثلاثين من آذار وحتى هذه اللحظه وسننتقل في العام القادم الى ايضا مسيرات العوده الكبرى حسب ما دعت لها يعني الهيئه الوطنيه العليا لمسيرات العوده، اما ايضا بالحديث عن الاعتداءات الاسرائيليه اليوميه وفيما يتعلق بسؤالك امل حول القصف الاسرائيلي على قطاع غزه فجر هذا اليوم نتحدث بالفعل ان الطائرات الطائرات الحربيه الاسرائيليه قامت بغاره يعني على منطقه شرق دير البر البلح وسط قطاع غزه ولكن دون وقوع اصابات بزعم الاحتلال الاسرائيلي ان هذا القصف جاء ردا على يعني صاروخ اطلق من قطاع غزه طبعا الاحتلال الاسرائيلي لا يحتاج لاي مبررات هو دائما يعني يعتدي على قطاع غزه ودائما ما نسجل اعتداءات ايضا كان هناك اعتداءات في الشمال للاحتلال الاسرائيلي صباح هذا اليوم شمال القطاع بيت حانون باسلم بي ان سمحت كان هناك لي. اطلاق نار على المز في تلك المنطقة نعم إسلام إن سمحت لي يعني هناك أرقام قياسية تحدثت عن أرقام قياسية من الشهداء والجرحى في هذا العام هل لديك أي تفاصيل أو معلومات في هذا الشأن؟ صحيح امل حسب اخر الاحصائيات التي وردتنا وبشهيد اليوم وهو شهيد كرم فياض يصل عدد الشهداء في مسيرات العوده فقط الى 246 شهيدا اما عن عدد الجرحى تقريبا 24 الف جريح وبالتالي نتحدث عن ارقام قياسيه بعدد الشهداء مقارنه بالاعوام القليله الماضيه ويعني هذا الامر جاءت به الامم المتحده في اخر تقاريرها اما نعود امل نعم. الاعتداءات الاسرائيليه قبل مغادره هذه النافذه من قطاع غزه نتحدث ان الاحتلال الاسرائيلي قام باطلاق نيران نيران على المزارعين في مناطق الشمال بيت حانون بالتحديد ما اضطر المزارعين عدم اكمال مهامهم في تلك المنطقه ايضا في الشمال نبقى حيث قام الاحتلال الاسرائيلي باعتقال احد الشبان وهم يغادرون قطاع غزه عبر معبر بيت حانون شمالي القطاع ايضا من البحر يعني سجلنا انتهاك اسرائيلي ضد الصيادين قامت الزوارق البحريه الاسرائيليه والبارجات بملاحقه قوارب الصيادين في خان يونس جنوب قطاع غزه نعم. مضطرهم ايضا لعدم اكمال مهامهم في البحر في خان يونس بالتحديد تقريبا هذه هي صوره الاوضاع نعم. في المحافظات الجنوبيه كافة اليك امل إذن اسلام الزعنون اشكرك لاطلاعنا على كل هذه التفاصيل حدثتنا من قطاع غزه اشكرك جزيل الشكر انتقل الى مدينه بيت لحم معي من هناك مراسلتنا حياه حمدان حياه اخر التطورات الميدانيه في محافظه بيت لحم نعم اهلا بك امل اهلا بكافه المشاهدين في بيت لحم لليوم الخبر الابرز بان هيئه مقاومه الجدار والاستيطان كانت قد قدمت اعتراضا لدى ما تسمى المحكمه العليا الاسرائيليه احتجاجا على استيلاء حكومه الاحتلال على حوالي 1200 دونم من خله النحله جنوب بيت لحم لصالح اقامه بؤره استيطانيه طبعا بالحديث مع مدير هيئه مقاومه الجدار والاستيطان الاخ حسن بريجيه تحدث لنا بان هناك محاولات حثيثة للاحتجاج على هذا القرار الجائر، علما بان اصحاب الاراضي يمتلكون فيها كوشان طابو عثماني، وايضا هناك محاولات من قبل لجنة السلام الاسرائيلية الان تحاول ايضا تقديم اعتراض لدى المحاكم الاسرائيلية بان هناك حق للمواطنين الاصليين لهذه الاراضي باستخدامها، علما بان هذه الاراضي تم اعلانها عام 2004 كاراضي دولة ولا يجوز الان الاستيلاء عليها. لاجل اقامه هذه البؤره الاستيطانيه. نشير هنا الى ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد قال في مستهل جلسته الانتخابيه مبكرا وحديثا وكان قد اجتمع مع رؤساء مجلس المستوطنين بعد ان اقر وصادق على قرار بناء الاف الوحدات الاستيطانيه هنا في الضفه وايضا في القدس وايضا هذا هذا الدعم الذي يقدمه للمستوطنين وهذه الاغراءات والوعودات ايضا لهم لصالح التصويت له في الحملة الانتخابية ونذكر إلى أن الموازنة أو الكنيسة خصصت مؤخرا موازنة خاصة لدعم المستوطنات وبناء المستوطنات كان منها تحويل حوالي 80 مليون شيكل لصالح دعم هذه المستوطنات منها 50 مليون شيكل لدعم مجلس المستوطنين لتطبيق وتنفيذ قانون تسوية الاستيطان إضافة إلى 26 مليون شيكل كتعويضات للمستوطنين الذين تم من البؤر الاستيطانية نذكر هنا إلى أن هناك تركيز كبير أيضا تركيز على بناء وحدات استيطانية في مجمع غوش عاتسيون إذن هذه هي الصورة الحقيقية قوات الاحتلال لسلطات الاحتلال التي لا تلتزم باي قانون دولي او اي حمايه نعم، دوليه هي. هي تواصل الاستيطان وتواصل مصادره الاراضي الفلسطينيه نعم هذه هي صوره الوضع في بيت لحم اعود لك امل نعم اذا حياه حمدان حدثتنا من مدينه بيت لحم اشكرك جزيل الشكر انتقل الى مدينه الخليل معي من هناك مراسلتنا ساميه ابو شريخ ساميه مرحبا بك معنا اذا مستوطنون يعتدون على شاب وسط الخليل ايضا اهالي مسافر يطا اعتقد أنت متواجدة هناك الآن، يعانون من ظروف صعبة بسبب المنخفض الجوي، التفاصيل لديكِ نعم مساء الخير لك ميوة مساء الخير للسادة المشاهدين عبر تلفزيون فلسطين نبدأ هذه التغطية في البداية عن المنخفض الجوي الأخير يعني هطلت أمطار الخير على مدينة الخليل وعلى المحافظة بشكل عام منذ ساعات مساء يوم أمس واليوم هو اليوم الثالث على التوالي على هذا المنخفض الجوي بحسب وزارة أو مديرية زراعة الخليل تحديدا في مدينة الخليل يعني معدل هطول الأمطار حتى صباح هذا اليوم يوم السبت 34 5 ملم على مقياس دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية ما مجموعه منذ بداية هذا الموسم المطري حوالي 208 من مدينة الخليل وحدها بنسبة 34% من الموسم العام بالمجموع بشكل عام. على صعيد أخبار محافظة الخليل كما تفضلتي أمل بالأمس يعني اعتدى مجموعة من المستوطنين المتطرفين على المواطن حاتم المحتسب والذي يبلغ من العمر 2 وعشرون عاما من منطقة تل في مدينة الخليل عشر مستوطنين اعتدوا بالضرب على هذا المواطن من خلال العصي والحجارة أدى إلى إصابة هذا المواطن برضوض طبعا الاعتداء كان برفقة وحماية جيش الاحتلال تتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين على أهالي المواطنين في تل والأحياء المختلفة المحيطة بالحرم الإبراهيمي الشريف نتابع أيضا من جانب آخر حيث نتواجد أمل في هذه اللحظات في خربة أم الخير في مسافر يطا جنوب الخ. لإعداد تقرير يتحدث عن معاناة أهالي الخربة في ظل المنخفضات الجوية أو حتى فصل الشتاء، الحديث بتفاصيل أكثر ونقرب الصورة عن المعاناة ونستقبل وإياكم المواطن طارق الهذلي من أهالي خربة أم الخير، أهلا بك معنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين. أهلا فيكم في خربة أم الخير. إذن في البداية يعني عذاب آخر يضاف إلى سلسلة عذابات أهالي المسافر وهو فصل الشتاء، الظروف الحياتية صعبة كما يشاهدون المشاهدين عبر الصورة، حدثنا بتفاصيل عن معاناتكم في الخربة نعم نحن في خربة ام الخير بحلول فصل الشتاء تتفاقم المعاناه نحن نعاني على يعني في كل في كل فصول السنه نعاني ولكن فصل الشتاء تتفاقم المعاناه لانه تبلش يعني الامطار تهطل على بيوتنا المكونه من الصفيح والخيام اللي هي يعني لا تقينا لا, لا برد الشتاء ولا حر الصيف كمان فهي يعني الاوضاع صعبه جدا للسكان يعني وللاطفال وللنساء يعني ما احنا بنتمنى انه يتم يعني مساعده اهالي خربه ام الخير انهم يقدروا يبنوا بيوت تقيهم البرد وتقيهم الامطار الهاطله نعم يعني كما تشوفوا خربه ام الخير يعني احنا الحين قاعدين نمشي بين الركام ركام البيوت اللي تم هدمها وللعلم في بيت ام الخير هدوا 13 مره هدوا 60 منشاه وفي لغايه اللحظه هاي في 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 في, في ناس يعني مهجرين وكما بتشوفوا في المستوطنه في الخلفيه او اذا يعني اذا كما تفضلت المستوطنه التي يرونها الان المشاهدين عبر الشاشه هي مستوطنه كرمل الجاثمه على اراضي المواطنين هي اقرب مستوطنه الى هذه الخربه وجود المستوطنين الذي يهدد امنكم في هذه الخربه حدثنا عن اعتداءاتهم اعتداءات المستوطنين يعني مختلفه تبلش من من مراجمه الحجار من اعتداء على رعيان الاغنام، اعتداء علينا في الليل وترويع الاطفال والنساء وهذا طبعاً يزيد من المعاناة هم اجوا سكنوا في على اراضينا وسرقوها في سنه 1980 ومن لغايه اللحظه من 1980 لغايه اللحظه هاي واحنا يعني في نكبه مستمره، الاعتداءات مستمره ليل نهار، يعني في اي لحظه بتتوقع انه يطلع عليك المستوطن يطلق عليك النار او يراجم عليك حجار، وهذا يسبب خوف عند الاطفال وعند النساء وكبار السن، يعني في خربه ام الخير الاوضاع قاسيه جدا، جدا جدا قاسي يعني كما هي الصوره المنازل هي عباره عباره عن خيام ومنازل من الصفيح البسيطه الذي لا يقي اصلا من حار الصيف ولا برد الشتاء حدثنا عن ما الذي يتم تقديمه لكم من المؤسسات الحقوقيه التي تعنى بحقوق الانسان من خدمات بسيطه يمكن هذه الخدمات ان تعزز صمودكم على ارضكم يتم تقديم يعني بشكل الدعم الاساسي نتلقاه من الاتحاد الاوروبي هو لما يجي يهدموا بيوتنا انهم يعيدوا بناء البيوت فهم بيزودونا بكرفانات بخيام وزاره الحكم المحلي مشكوره بتزودنا بخيام وبشوادر نغطي فيها بيوتنا كما بتشوفوا يعني المنازل في بعض في جزء منها مغطى بالشوادر وهذا طبعا الهدف منه انه عشان ما يصير الامطار ما بتدخل ماء الامطار ما بتدخل للبيوت في الختام ما هي الرسالة التي توجهها؟ أنت تتحدث باسم أهالي الخربة خربة أم الخير التي يعني تسطر أو يسطر أهالي هذه المنطقة يعني معاني الصمود والثبات على الأرض بالرغم من الصورة الصعبة التي نشاهدها نحن رسالتنا في خربة أم الخير أن صامدون ما بقي الزيتون لن نرحل مهما يعني اعتدى اه علينا الاحتلال ومهما ضيق علينا المعيشه، احنا صامدين على ارضنا، انتكبنا في سنه 1948 النكبه الاولى ولكن لن يتم اه ترحيلنا وتهجيرنا ونتلقى النكبه الثانيه، نحن صامدون في اخربة ام الخير ما بقي الزيتون. شكرا لك المواطن طارق الهذلي من اهالي خربة ام الخير حيث نتواجد في هذه اللحظات في الختام في اخبار محافظة الخليل بالامس انطلقت اولى فعاليات احياء ذكرى انطلاقة حركة فتح في مدينة الخليل تحديدا في البلدة القديمة حيث تم يعني في, في في اسوار البلدة القديمة او تحديدا في المنطقة تقديم العلاج من خلال يوم طبي مجاني لاهالي المنطقة لتعزيز صمودهم اذا هذه الصورة حتى نعم. الان نعم. سامي اشكرك لنقل معاناه المواطنين من مسافر الرياض تحدثنا اشكرك جزيل الشكر. اذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا الى ختام برنامج مراسلون في الميدان تجولنا واياكم في محافظات الوطن كافه اطلعنا على اخر مجريات الاحداث في كل محافظه نلتقي عند الواحده شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء.